بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الخراج والفيء والإمارة، وكنا قد توقفنا عند قوله باب في الخليفة يستخلف، قال باب في الخليفة يستخلف، ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال عمر رضي الله عنه إني إلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، قال إني إلا أستخلف، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف، فقال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف، وأنه غير مستخلف. بيتكلم على في الخليفة بيستخلف، يعني إزاي بيتم اختيار الخليفة؟ أساسا بيتم اختيار الخليفة عن طريق الترشيح والاختيار، أصل الاختيار للإمام إمام المسلمين والخليفة يعني بيتم اختياره عن طريق الترشيح والاختيار، ده بيتم عن طريق أهل الحل والعقد، قلنا أهل الحل والعقد دولت يبقى هم الذين يقومون باختيار الخليفة وينظرون إلى الشروط التي ينبغي أن تتوافر في إمام المسلمين، فإن وجدوا هذه الشروط قد توفرت في هذا الإمام يبقى يقومون ببيعته. لما نقول أن أهل الحل والعقد بايعوا هذا الخليفة كخليفة يبقى تمت له البيعة، ثم يتابع ذلك الأمر بمبايعة أحد المسلمين للخليفة. الخليفة طبعا لما بيختار كده يعني بيختار كيف يتم اختياره، يبقى في شروط أساسا، في شروط بيتم اختيار الإمام على أساسها، وبالتالي لما بتتوافر الشروط دهيت يبقى بيتم اختيار الإمام. إن بعض الشروط لو تخلفت يبقى أساسا إيه يعني لا تؤثر، يعني لا تؤثر بحيث إن هو هذا لا يصلح، يعني مثلا هذا الخليفة لابد أن يكون مسلما، ما ينفعش خليفة كافر، ذكر ليس أنثى، عدل أساسا ما يكونش معروف بالجور أو الفسق أو الظلم، وكذلك أيضا نقول إن هو وصل إلى مرتبة الاجتهاد، إن لم يصل مرتبة الاجتهاد وكان عالما قلنا لأنه هيطبق الأحكام، لأن الخليفة ده نائب عن الأمة في تطبيق الأحكام أساسا. يعني إيه شغلة الإمام ده؟ شغلته إيه؟ أولا حراسة الدين، ده مهمه الأساسية، وكذلك سياسة الدنيا بالدين، فلازم يبقى عنده معرفة يعني كبيرة جدا بالشرع بأحكام الشرع هيطبق الكلام دوت. فالأصل ان هو بيصل الى مرتبة الاجتهاد، أصل كده ان هو بيصل الى مرتبة الاجتهاد، لكن لو تخلف عنه مرتبة دهيت يبقى عند ذلك لابد ان يكون عالم بالأحكام، عالم بالأحكام، ونقول عند ذلك نعود يعني مرتبة الاجتهاد بأنه يكون ليه أساسا يعني مجلس من العلماء، قلنا لما يكون الأمر من هذه الأمور يقوم بطرحه على العلماء بحيث أنه يأخذ الآراء عشان يكون التطبيق، لكن هو أساسا مسألة يبقى مجتهد، لأن في بعض المواطن لازم فيها اجتهاد الإمام، لازم فيها اجتهاد الإمام، فنقول والله لو يعني هو لم يصل لهذه المرتبة لكن كان أساسا لازم يكون عالم عشان يطبق الأحكام، فلما لم يصل لهذه المرتبة يبقى هنعوض ده بمجلس من العلماء الأكابر، قلنا بحيث أنه يقوم بعرض الأمر على هؤلاء ثم يخرجون بالرأي في المسألة التي كان ينبغي أن يجتهد فيها الإمام. ده بالإضافة بقى إلى شروط كثيرة أيضا أخرى تتوافر في هذا الإمام، فهم بينظروا كده الشروط توفرت في الإمام ولا لا، بيتم ترشيحه واختياره وبيتم بيعة هذا الإمام عن طريق أهل الحل والعقد، وبعد كده بيبيعه أحد المسلمين. في أيضا صورة من الصور هي مسألة الاستخلاف، يجوز أن الإمام قبل يعني أوشك على مفارقة الحياة أو مثلا وصل إلى السن الذي يقوى معها على إتمام هذه المهمة بصورة تامة، فبيتم اختيار لما يكون إمام عادل هيتم اختياره، والله أنا رشح لكم فلان إمام، فلان إمام من بعد، فده الاستخلاف،
ده الاستغلال. يبقى الصورة الأخرى الحل والعقد بينظروا كده مين اللي ممكن يعني يختاروه كإمام لما يكون هذا هذه الوظيفة غير موجودة. وجوب على الأمة إنهم في سعيهم لتنصيب الإمام. قلنا لأن طبعا عدم وجود الإمام هيبقى نقول بأحكام كثيرة ممكن تتخلف عن التطبيق. يعني عدم وجود الإمام أحكام كثيرة ممكن تتخلف عن التطبيق. يكفي كده جهاد الابتداء والطلب. جهاد الابتداء والطلب احنا قلنا أن يعني من المهم الأساسية أن تعبيد الناس رب العالمين ده الأساس. وبالتالي بقى جهاد الابتداء والطلب بيعين ده الكلام ده عن طريق الإمام. عن طريق الإمام لما المنصب ده يكون شاغر كده خالي يبقى ترى ممكن نقيم الأمر ده إزاي. فنقول حيفوت مصالح كثيرة جدا على المسلمين بعد وجود الإمام. لذلك السرعة في تنصيب الإمام إن كان ذلك المكان شاغرا. فمن الصور للاختيار صورة الاستخلاف. فلذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما إني قال عمر إني لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف إلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. ولأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه استخلف عمر هو اللي رشع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أساسا. ويعني العلماء بيقولون أن الاستخلاف ده يعني لم تعقد به الإمامة ولكن كل ما فيها هو استخلف هذا الإنسان يبقى ده صورة الترشيح. لكن لما ده كان إمام عادل يبقى لا يتخير الأمة إلا يعني إنسان تتوافر فيه الأمور فيبقى ترشيحه هيعتبر عند ذلك لكن الاستخلاف ذاته يبقى الغالب العلماء أن هو مش بيتم من خلاله تنصيبه. تنصيبه لا يتم إلا بالبيعة. لكن ده خليفة إمام عادل أبو بكر الصديق هذا إمام عادل. وبالتالي لما قال أنا اختار لكم عمر بن الخطاب يبقى عند ذلك قاموا بمبايعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بناء على استخلاف وعلى اختيار أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك قال عمر رضي الله عنه إني إلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. يبقى هو عنده أساسا والصحابة ما كانوا يتحركون إلا بالدليل. فقال لو أنا مش هستخلف حد من بعدي طبعا معروف أن عمر رضي الله عنه لما طعن فخلاص كده أوشك على الموت ومفارقة الدنيا. فقال لو أنا مش هستخلف فعندي الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. ولو هو اختار حد رشحه للإمامة والخلافة من بعده فهذا أيضا فعله أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن معلوم أن عمر رضي الله عنه يعني جعل الأمر في أولئك الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم هو راض عنهم. يبقى جعل الأمر قال لهم الأمر ده يعني في هؤلاء الستة. الستة دول يختاروا منهم من يصلح أن يكون للإمامة ولكن لم يتخير كاختيار أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق رشح عمر فقط ده عمر يصلح للإمامة هذا والخليفة من بعده. وبالتالي عقدوا لهم عقد المبايعة على الإمامة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يعني قال لو أنا مش هستخلف يبقى لا ألام على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا من بعده. وإن أنا اخترت إمام يكون من بعدي فهذا ما فعله أيضا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اقتدوا بالذين من بعدي بأبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. يعني قبل ما عمر ياخد القرار كده لو سألنا ابن عمر طب قرار عمر هيكون إيه قال مش ممكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أحدا. يبقى يعني حيميل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه غير مستخلف. يبقى عرف الكلام ده إزاي
معروف طبعا تقديم الصحابة رضي الله عنهم لأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: حاصل المسلمين أجمع على أن الخليفة إذا حضره مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر. أجمع على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة. لكن الأصل كده إن حتى استخلاف الإمام بنقول إن هو أساسا بيبقى ترشيح، ويتم بعد كده مبايعة أهل الحل والعقد لهذا الإمام اللي هو رشحه الخليفة السابق، ويتم له البيعة بهذه الصورة. قال: واجمع على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر رضي الله عنه. فقال: جعل الأمر شورى في الستة، والستة دولت من العشرة المبشرين بالجنة. مين كانوا الستة دول؟ نحن بالترتيب كده نقوله: عثمان وعلي، طلحة ابن عبيد الله والزبير، سعد بن وقاص، وابن عمر بن عوف. طب ما اختارش ابو عبيدة ليه؟ طعون عمواس. وما اختارش سعيد بن زيد ليه؟ كان عايش. نعم، هو نسب صله يعني مصاهره، فهو اختار دول اساسا. وتم هم رشحوا مين في الاخر؟ عثمان بقى، يوم اختاروا عثمان رضي الله عنه وارضاه. نعم، ما قال اختار هؤلاء الستة دول من العشرة المبشرين بالجنة. قال هؤلاء، وضع ذلك الأمر في الستة، وقال هؤلاء الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وعنهم رضي. قال: باب في الخليفة يستخلف، يبقى مفيش حرج، لأن طبعا ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان قد استخلف عمر، وإن لم يستخلف فنقول فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال عبد الله بن عمر: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. ثم ذكر باب آخر، وباب في ما جاء في البيعة. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ويلقننا فيما استطعتم. كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ويلقننا أو ويلقننا فيما استطعتم أو فيما استطعت. كذلك أيضا في رواية عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قالت: ما مس النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: ذهبي فقد بايعتك. يبقى تقول عائشة رضي الله عنها: ما مس النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها. هنعلم أن هذا الاستثناء استثناء منقطع وليس بالاستثناء المتصل. فإذا أخذ علي فأعطته، قال: ذهبي فقد بايعتك. كذلك أيضا بيذكر عن أبي عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام أنه قال: وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أم زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله بايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو صغير، فمسح رأسه. يبقى البيعة ما تتمش بالصغار، ويبقى البيعة دي عقد، وبالتالي هذا عقد المبايعة يبقى لابد أن تتوافر في من بايع، تتوافر في الأهلية لأمثال هذه العقود، يبقى هذه مسلم ومكلف ورشيد إلى غير ذلك، فده صغير يبقى لا يصلح البيعة. النساء أيضا تبايع، وبالتالي لكن بيعة النساء هيكون بلا مس اليد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة النساء. وكذلك أيضا كما يقول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ويلقننا فيما استطعتم. وهذا من شفقة وكمال شفقة النبي
صلى الله عليه وسلم. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.